مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا، وحنا كيف كنقولوا حاليا يعني فصل الخريف ومقبلين على فصل الشتاء، واكيد في الخريف والشتاء كتكون كنتصابوا بزاف نزلات البرد، مع كنبدلوا كنلبسوا بزاف كنخرجوا في الصباح بكري، يعني دائما كيكون عندنا مشكل في الحنجره، مشكل ديال الزكام، والناس اللي عندهم روماتيزم يعني كيتزاد عليهم الحال في هذه الفتره. اليوم كيحضر معنا احمد سليماني اخصائي في العلاج الطبيعي، اللي غيقدم لنا وصفه مشروب يعني كيكون سخون هكا اللي كيلائم الحنجره ونزلات البرد، وكذلك الناس اللي عندهم مشكل ديال الروماتيزم. السلام عليكم دكتور، شكرا انك صدفتينا بالعياده ديالك، تفضل. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بكم جميعا، مرحبا جميع المتابعين ديال شوف تي في. حقيقه هو في هذه الفتره هذه كيبداو الناس كيعانيوا من مجموعه من المشاكل، وخصوصا مشاكل التهاب اللوزتين، التهاب الحنجره، وهذه البحه اللي فيا حتى انا كتصبح عندي. نعم، كتكون بحه الصوت، كيكون بعد فتره التهاب على مستوى الرئه، وكيقدر يولد عنها، كنخرجوا في الصباح بكري، وكيكونوا كيعانيوا من مشكله التهاب المفاصل. فهذا المشروب هذا اللي نقدموا لكم ان شاء الله تعالى هو مشروب رائع جدا بتوابل مغربيه اللي معروفه على الصعيد العالمي، ومعروفه كذلك على الصعيد المغربي بانها ليست لها اي اضرار جانبيه وما عندها حتى شي مشاكل من ناحيه الصحه ديالتنا، الا حنا تقيدنا بالمقادير، ولا حنا تقيدنا بطريقه او بقانون الاعشاب او قانون اخذ الاعشاب. لان مشكل كثير اللي كيعاني منه حنا صراحه في المغرب هو اننا كندوزو نستهلكوا الاعشاب بدون اننا كنلتزموا كنتقيدوا بالقوانين ديالها الاساسيه. ربما مثلا حاجه خصنا نديروا منها مثلا 10 الحبات، حنا باش كنبغيو برا ونقولوا اجي ندير 20 حبه، راه ربما هذا هو الاشكال، وكنظن بانه راه كل قد ما كملنا زدنا في الكميه راه غادي تكون عندنا نتائج احسن واكثر. فالاعشاب ديالنا اللي غادي نحتاجوا معروفه في المغرب، معروفه في المطبخ ديالك لالا، وكاينه عندك في المطبخ، وكاينه عند العطار، عند العشاب، فين ما مشيتي غتلقاها. ما كايناش شي دار اللي كتقطع القرفه، ما كايناش شي بيت اللي ما عندهمش القرفه، كذلك ما كاينش شي بيت اللي ما غيكونش كيعرف الباديانه وكيعمر بها اتاي اللي كنسميوها نجمه الارض، كذلك القرنفل، ما كاينش شي واحد ما تعرفش القرنفل، وكاينه قعقله اللي هي الهيل اللي كتعتبر من التوابل الرائعه في المطبخ ديالنا واللي خصها تكون دائما عندكم، وكاين عندنا الزنجبيل. إذن هاد المكونات هادو المكونات ممتازين. لماذا ممتازين؟ لأنهم كيحتوي على مضادات الأكسدة اللي كتساعد في رفع من كفاءة المناعة، وبالتالي كل ما كانت عندنا مناعة قوية كل ما كنا عندنا مقاومة كبيرة، لا بالنسبة لنزلات البرد ولا بالنسبة للإنفلونزا ولا كذلك بالنسبة للمشاكل المرتبطة بالتهابات على مستوى المعدة على مستوى المصران. إذن هاد تلة من هاد الأعشاب اللي كنشوفوها قدامنا هي عندها فوائد صحية رائعة بشكل ممتاز ومنتظم، لا من ناحية الجهاز التنفسي ولا من ناحية الجهاز الهضمي ولا حتى من ناحية المشاكل المرتبطة بالكارتيلاج، الألم ديال المفاصل الروماتيزم، وكذلك الألم ديال الروماتويد. إذا القرفة معروفة في القديم بأنها كتضاف يعني اللي خصكم تعرفوها أنها غنية بالحديد والكالسيوم، وبالتالي الناس اللي كيعانيوا من فقر الدم فاستعمالكم للقرفة مهم بزاف، خصوصا في الأغذية ديالكم يعني في الماكلة، إذا تخلطات مع اللحم مع الكفتة ونستمتي بها الكفتة فهي جد ممتازة لتثبيت الحديد، وكذلك هي كتحتوي على مضادات أكسدة من بينها الزيوت الطيارة اللي كاينة فيها. إذا غير حاجة وحدة كاستعمالها خارجي على مستوى الجلد كيقدر يسبب لنا بعض الحساسية، لأنه كاين معروفة القرفة حارة والزيت ديالها كيعطينا بعض الحساسية. إذا فهي استعمال داخلي رائع جدا جميل بالمقادير اللي غنتكلم عليها. البديانة مهمة بزاف لا في تسخين الجسم ولا حتى في اعطاء تلك الطاقه بالنسبه للجسم، كذلك كترفع من كفاءه الجسم في محاربه الانفلونزا ومحاربه الزكام، كذلك نزلات البرد والتهابات الرئويه، ورائعه بالنسبه للوليدات اللي كيعانيوا من مشكله التهاب اللوزتين. القرنفل عنده فوائد صحيه رائعه، ولكن الاشكاليه اللي كاينه عندنا في القرنفل هو لا يمكن ان نتجاوز المقدار اللي غنتكلم عليه، هو 5 حبات على الاكثر بالنسبه للوصفه اللي غنتكلم فيها. وحتى بالنسبه للقرنفل معروف انه اذا افرطنا في الاستعمال ديالو كيقدر يؤدي بنا الى مشكله التسمم على مستوى الكبد، وبالتالي هنا الحوايج ما خصناش نطيحوا فيها. اذا التقيد بالمقادير هو الزامي وضروري. بالنسبه للقعقله، قعقله معروفه على الصعيد العالمي بانها مضاده للسرطان المكافح في حال نمو السرطان، وكذلك هي مسخنه للجسم وعندها واحد الفائده كبيره بانها كتنقي لنا الشعب الهوائيه. اذا فشربنا وكذلك تعاطينا القعقله تكون عندنا في
كتوابل مضافه الى الاغذيه ديالنا، فهي جد رائعه لرفع من او محاربه بروده الاطراف. اذا الزنجبيل ومن لا يعرفه، الكل يسمع عن الزنجبيل، والزنجبيل من المشروبات القرانيه. اذا الزنجبيل مضاد اكسده رائع، ممتاز بالنسبه للجهاز الهضمي، ممتاز بالنسبه للغازات طرد الغازات، ولكن اكثر من ذلك هو انه مساعد بشكل كبير في تنقيه الجهاز التنفسي وعلاج مشكله التهابات الحلق واللوزتين. الناس اللي كيعانيوا من الدوخه خصوصا بالنسبه للمراه الحامل واللي كتعاني من الدوخه وكتعاني من الغثيان، فهو ممتاز ليها حتى بالنسبه للقلقله. اذا واش هاد الخلطه هذه ممكن ان كل شيء ياخذها؟ هذا هو السؤال اللي بغيت نسولك، يعني دابا هاد الخلطه شكون الناس اللي ياخذوها وشكون الناس اللي ممنوع عليهم؟ الناس اللي ممنوع عليهم هما الناس اللي كيشربوا ادويه ديال تخثر الدم. يعني علاش؟ لانه هادو كلهم كيميلوا لنا الدم، يعني كيزيدونا كمحاربين لتخثر الدم. فالناس اللي كياخذوا مثلا ادويه ميتكارديجيك ولا مثل سانتروم ولا هادو، فهادو ممنوع عليهم انهم ياخذوا هاد الاعشاب هذه بالكل. الناس كذلك اللي عندهم الضغط المرتفع فيمنع عليهم منعا كليا انهم ياخذوا هاد الخلطه. والناس اللي عندهم مشكله ديال التش ديال الحصى المراره ممنوع انهم ياخذوها. والناس اللي عندهم مشكله ديال التش قصور الكلوي فهادو يمنع عليهم كذلك. المرضع ممنوع عليها، وكذلك المراه الحامل في الشهر ديالها الثالث، يعني اللي كتكون تجاوزات الشهر الثالث فممكن انها تاخذها، ولكن تاخذها بمقادير جد محترمه وجد دقيقه. الناس كذلك الاطفال اللي هما اقل من 5 سنين فما كنعطيوهاش لهم شربا، وانما كنعطيوها لهم غرغره انهم يغرغروا بها في حاله اذا كانت عندنا التهابات اللوزه او التهابات الحلق. اذا المقادير هي كالتالي، غادي نعطيوها واخا تفضل. اذا كناخذ بالنسبه ليا، الى خديت 250 ملل ديال الماء، يعني كاس كبير ديال الماء، كنضيف ليه معلقه صغيره ديال القرفه او جوج معلقات صغار ديال القرفه، وغادي نضيف ليه بالضبط واحد تقريبا جهد واحد 10 الحبات ديال البديانه، جهد 10 الحبات ديال نجمه الارض. يعني نتمنى ان المشاهدين الكرام اللي غيديروا الوصفه يلتزموا بهذه الكميه ديال هاد التوابل. طيب، ثم بالضبط غادي ناخذ 5 ديال الحبات ديال العويد، 5 الحبات ديال المسمار القرنفل. والقرنفل غني بالزيوت الاساسيه الطياره اللي فيه، وبالتالي الماده اللي 5 الحبات راه كافيين. هنا بالنسبه لنا القعقله غادي ناخذ واحد جهد ديال 20 حبه، اذا ها هي الكميه. وغادي ناخذ قطعه ديال الزنجبيل اللي فيها 25 غرام تقريبا، 25 غرام. بالنسبه لنا هاد الاعشاب لانها عباره عن بذور وعباره عن لحاء، لان القرفه هي لحاء، القرنفل عباره عن زهره لم تكتمل، والبديانه عباره عن بذور، القعقله هي عباره عن بذور، الزنجبيل عباره عن جدمور، يعني الجدمور يعني تيشبه الجدر. فهادو كيتغلاو، ضروري يتغلاو، الا ما تغلاوش ما يعطيولكش الماده الفاعله. لحقاش كنسمعوا باللي بعض الناس كيقول لك لا ما تغليش. هادو اللي ما كنغليوهمش هم الورقه ديال الاعشاب، مثلا ورق السلميه، ورق النعناع، هادو ما خصهمش يتغلاو. وكذلك النواره، مثلا البابونج، نوارات البابونج ما خصهاش تغلى. اذا علاش؟ لان اذا تغلات كتفقد الماده الفاعله اللي فيها، وبالتالي كتولي هي مضره اكثر ما هي نافعه. والكثير من الناس اللي كيرتكبوا بعض الاخطاء واللي باقا الان سائده، وهي انهم كيغليو الشاي، كيغليو اتاي شعره، اولا كيتغليو اتاي، فهذيك اتاي كتعتبر من الاوراق، وبالتالي اوراق لا يمكن قطعا اننا نغليوها، ونتكلموا فيها من بعد اذا كان ممكن ان شاء الله تعالى. واخا غير واحد السؤال بالنسبه لهذه الوصفه، كيسول المشاهدين واش ممكن نستعملوها لضيق التنفس؟ نعم، ضيق التنفس ممتازه اليوم، غادي تساعدهم بزاف. الناس اللي كيعانيوا من الربو وعندها رائعه جدا، غادي تنفعهم بزاف في 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 الارتخاء او الاسترخاء ديال الشعب الهوائيه، وغتطلع ديك الكراشه، وديك الكراشه ملي كتطلع معناتها ان الريه بدات كتنقي. اذا استعملناها جوج مرات في اليوم ممتاز، قبل من الفطور وقبل من العشاء، كناخذوا تقريبا كما قلت لكم 250 ملل ديال الماء كنضيفوا لها هذه المقادير، وكنغليوها. خاصنا نغليوها لان عباره عن بودور كيف قلتي لينا. نعم، دائما لان البودور كما كنقولوا خصنا نغليوهم. شحال كنخليوها في الوقت على النار؟ باش نغليوهم خصنا نغطيوها، خصها تبقى تغلى. حتى نشوفوا ذاك الغليان الفقاع. نعم، 10 دقائق وخصها تغطى. علاش خصها تغطى؟ باش ما تفقدش تلك الزيوت الاساسيه اللي كاينه فيها. وبالتالي غادي نكونوا استفدنا. الى دازت مده ديال 10 دقائق كلهم يقنين بانكم غتحصلوا على هذا المشروب. نعم. ها هو.
غتحصلوا على هذا المشروب هذا. هاد الناس اللي هما انا تنقول كبار السن اللي عندهم تقريبا تقريبا 30 سنه اكثر من 30 سنه 18 عام فما فوق، فممكن انهم يشربوا على هذا المقدار جوج مرات في اليوم. بالنسبه للاطفال اقل من 5 سنين ممنوع استعمالها داخليا شربا، فوق من 5 سنين كنعطيهم نصف ديال هذه الكميه هذه، نصف كميه في الصباح يعني كاس صغير، كناخذوا كاس صغير حليه واخا ماشي اذا غادي ناخذ كاس صغير ديال اتاي كنصفيوه المهم ضروري نصفي، وغادي ناخذ كاس ها هو غنعطيه كاس صغير في الصباح وكاس صغير في العشيه. وحتى الناس اللي هما يعني كيحسوا بانهم منهكين فممكن انهم فقط يقتصروا على كاس صغير في الصباح وكاس صغير في العشيه. شنو هي الفوائد ديالها؟ المده ديال الاستعمال، المده ديال الاستعمال دائما بالنسبه للقانون ديال تعاطي الاعشاب الله يجزيكم بخير، هذه تنقولها لكم في جميع انواع الاعشاب كيف ما بغات تكون، لا الزعتر لا الزعتره لا القرفه لا السنيه لا العطشه لا اي عشبه من الاعشاب اللي نتوما كتعرفوها وكتقولوا بانها امنه، فلازم تقيد بقانون الاعشاب اللي تيقول اننا كنشربوا هذه الاعشاب مده 6 ايام تنوقفوا يوم راحه، وتنشربوها مده 4 اسابيع وتنوقفوا اسبوع راحه، وتنشربوها مده 3 شهور وتنوقفوا شهر راحه. بالتالي ما كيتكونش عندنا مناعه ضد هاد الاعشاب، ثانيا ما كتبداش الكبده كتجمع ديك السموم وبالتالي تقدر تغياج وبالتالي تولى عندنا تسمم على مستوى الكبد. هنا الى خديناها بهذه الطريقه غادي نكونوا خديناها بشكل امن مضاده للالتهاب على مستوى المفاصل، وغادي يجربوها الناس اللي عندهم تغزاز اللي كيحسوا بالتغزاز في العضلات ديالهم الالام في المفاصل ديالهم الكارتيلاج ديالهم كله ما كاينش كينوض الصباح كينوض مشكرف ينوض مشكل. إذا بدا كيشرب هذه الوصفة هذه فيكون يقل يقينا بأنها كتساعد بزاف في الاسترخاء ديال العضلات. ثاني شيء الناس اللي كيعانيو من الأرق، البديانة معروفة أنها مضادة، البديانة اللي هي نجمة الأرض مضادة وحتى القرفة مضادة للأرق، الناس اللي كيعانيو من صعوبة النوم. شربكم لهذا المشروب رائع جدا، كيعالج مشكلة الأرق وكيعالج مشكلة الاكتئاب. عندهم الاكتئاب لانهم المواد فيهم مضادات الاكسده زائد انهم كيحتويوا على الكالسيوم وكذلك على الحديد وكيحتويوا على البوتاسيوم فوسفور مغنيسيوم منغنيز، اذا كيساعدونا على الاسترخاء. اذا وكذلك الناس اللي عندهم مشاكل الالتهابات المزمنه من يعني الربو اللي عندهم مشكله ضيق في التنفس، فهاد الاعشاب هذه غتساعدهم بزاف، وخصوصا الان الوليدات اللي كيعانيو من التهاب الاوزتين واللي كيعانيو من الكحه والناس اللي كيعانيو دابا الان من نزلات البرد، فهذا المشروب غيساعدهم بزاف في تخطيط. كاين مجموعه ديال الاسئله ولكن انا قال لك واش نشربوه بارد او لا دافئ؟ هو من الاحسن انه يشرب دافئ. علاش يشرب دافئ؟ لانه غادي يعطينا واحد الحراره بالنسبه للجسم. وهما كما كتشوفوا دابا الان هي الاعشاب ديالنا غلات، هي الان غلات واخا الناس كيطلبونا اننا نعاودوا الوصفه، جوج معالق صغار ديال القرفه، 10 الحبات ديال الباديان، 5 الحبات ديال القرنفل، 20 حبه ديال القعقله وسكينجبير 25 غرام في 250 متر ديال الماء، 250 مللتر ديال الماء، وكنخليوها مزيان لمده 10 دقائق ملي كتغلى. ها هي دابا بهذا الشكل بحال هكا صافي نديروها كنخلي تنصفيوها تنديروها في قريعه، ومن بعد ما تنبقاو نشربوها ضروري ندفيوها شي شويه عاد تنشربوها. واخا اللي بغى يضاعف الكميه واش ممكن يبات هذا الخليط ونشربوه غدا؟ لا يمكن انه يبقى تغدا، يعني كل نهار نصوبوه وصفه جديده، كل نهار نصوبوه في المشروب ديالنا يكون جديد. هذا المشروب ساخن مساعد لتقويه حتى بالنسبه للمتزوجين اللي عندهم مشكله الضعف الجنسي، فهي جد رائعه لتنشيط الرغبه الجنسيه، وكذلك لسخونه الاطراف اللي عندهم بروده كبيره ديال الاطراف وعندهم مشكله ديال انهم تقل لجنب المخ يعني الاطراف الثقيله، فهذه الوصفه غتساعدهم بشكل رائع جدا. جربوها وردوا لنا الجواب. اذا شكرا جزيلا استاذ احمد سلماني اخصائي في العلاج بالوصفات الطبيعيه، كانت مجموعه من الاسئله ان شاء الله في حلقه مقبله نخصوها غير الاسئله ديال المشاهدين. كاين اللي بغى الوصفه ديال صداع الراس، يعني من هذا المنبر كنقولوا للمشاهدين ان شاء الله راه تكون حلقات مع الدكتور احمد سلماني، اي تساؤل عندكم طرحوا لنا اي وصفه بغيتوا ان شاء الله غنقدموها لكم في القادم من الحلقات. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من حلقه اليوم، نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه. انا شخصيا عندي البحه غنمشي للدار دابا اليوم غنجربها باذن الله، لان الوصفه راه كاينين واخا نشربوا دابا على اللي هذا حقي.
نشربوا، لان كيكون عندي في الصباح ملي كنفيق يكون عندي واحد المشكل ديال البحه في الحنجره. ما سخناش بكم مشاهدينا، نلقاكم ان شاء الله في حلقه مقبله باذن الله تعالى. دمتم في امان الله، الى اللقاء.